السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نتحدث على درس جديد اللي هو التناسبية، واللي هي بعد فيها ثلاث دروس يعني مهمة في السنة الخامسة. أول درس هو التناسبية واحد، اللي راح نتعلموا فيه كيفاه مش هي التناسبية، وكيف نحدد وضعية تناسبية، وكيف راح نجبدو معامل تناسبية. والتناسبية اثنين راح نعرفوا فيها إن شاء الله النسبة المئوية، يعني كيف نحسبوا النسبة المئوية. والدرس الأخير إن شاء الله راح نعرفوا معاه مقدار التخفيض والزيادة، يعني كي يخفض في ثمن سلعة ولا يزيد في ثمن سلعة بنسبة مئوية معينة، كيف نجبدوها. إذا اليوم مع التناسبية واحد. التناسبية واحد عاوناها في السنة الرابعة، نعاود نذكر بها وش هي التناسبية، أو ما معنى مقداران متناسبان. مقداران متناسبان وش معناتها؟ معناتها كي يزيد الأول يزيد الثاني، وكي ينقص الثاني ينقص الأول ثاني معه، يعني يمشيوا مع بعض سواء بالزيادة أو بالنقصان. درك هذا المقدار كيفاه يزيد؟ احنا عندنا بالنا بلي الأعداد يا إما تزيد بالجمع، يعني كي نزيدوا لها أعداد خلاف راح تكبر هذا العدد، ولا تزيد بالضرب، يعني كي تضربوا في عدد آخر راح يتضاعف وبالتالي يكبر العدد. وكيف تنقص؟ تنقص بالناقص، يعني كي نقصوا منها أعداد، ولا تنقص بالقسمة، يعني كي نقسم هذاك العدد نزيد نوزعوا على أعداد بزاف راح ينقص، يتقسم على قدام جهة إذا راح ينقص. إذا نعاود نذكر، قلنا التناسبية هي أو مقداران متناسبان معناه يتغيران نفس التغير، يا إما يزيدوا في زوج يا إما ينقصوا في زوج. في اكتشفوا صفحة 44 تاع التناسبية واحد من كتاب السنة الخامسة، تقدروا تفتحوا الكتاب تاع السنة الخامسة صفحة 44 وتبعوا معايا. في التمرين الأول يقول لك أجب بنعم أو لا إن كان المقداران متناسبان أو لا. الوضعية الأولى ثمن الكتب لقسم وعدد تلاميذه، يعني درك مثلا الكتاب 100 دينار، مثلا فرضوا الكتاب 100 دينار وعدد التلاميذ 300، عفوا 30، راح يكون ثمن الكتب 100 في 30 وراح تكون 3000. اذا لو كان درك هذا عدد التلاميذ يزيد، مثلا في قسم عندنا 30 تلميذ، لو كان جاو مثلا 40 تلميذ، راح يبقاو ثمن الكتب هو 3000؟ لا، لانه عدد الكتب راح يزيد معاه. درك مثلا 30 تلميذ يحتاجوا 30 كتاب، بصح كي يقعدوا 40 تلميذ راح يحتاجوا 40 كتاب، يعني راح يزيد معاه. اذا هذه هي التناسبية، يزيدوا مع بعض. اذا كي زاد عدد التلاميذ راح يزيد عدد الكتب، وبالتالي راح يزيد ثمن الكتب. مثلا 30، قلنا 30 تلميذ على الكتاب يحتاجوا 30 كتاب، ويحتاجوا 100 3000 دينار باش يشريوهم. اذا كانوا 40 راح يحتاجوا 4000 دينار باش يشريوهم. اذا الحاله الاولى نقدروا نقولوا نعم هي وضعيتنا تناسبيه، لانهم يزيدوا مع بعض وينقصوا مع بعض. لو كان مثلا جاء 20 تلميذ راح تجي 2000، يعني ينقص الثمن، كل ما ينقص عدد التلاميذ ينقص الثمن، واذا زاد عدد التلاميذ يزيد الثمن. الوضعية الثانية وزن فاكهة وثمنها. مثلا انت راح تشري الموز، الموز الكيلو 250 دينار، كي تشري 2 كيلو راح تشريهم بنفس الثمن اللي هو 250؟ لا اكيد، مادام زاد الوزن راح يزيد الثمن. اذا مثلا انت شريت كيلو 250، كي تشري 2 كيلو راح تشريهم 500، يعني 250 و250 500. واذا مثلا شريت نص كيلو راح تشري 250 كيما الكيلو؟ لا، مادام نقص الوزن راح ينقص البري، راح تشري مثلا ب 125 دينار. اذا هذه وضعيه تناسبيه، لان الوزن تاع الفاكهه والثمن تاعها يزيدوا مع بعض ولا ينقصوا مع بعض، ونقولوا نعم. اذا وزن الفاكهه وثمنها يمثلان وضعيتنا تناسبيه. نعم، يمثلان وضعيه تناسبيه. الوضعية الثالثة هي طول نص مشكلة وصعوبتها. برك يعود عندك مشكلة طويلة ما راهي صعيبة، ليس بالضرورة. مثلا تجد في امتحان الوضعية فيها سؤال واحد بصح باش تجاوب هذاك السؤال، هذيك الوضعية الإدماجية فيها سؤال واحد باش تجاوب هذاك السؤال لازمك تحل 4 عمليات ولا 5، يعني كاينة أسئلة مخفية وهي قصيرة وقادر تلقاها طويلة في الآخر، يعطيك 3 أسئلة بسيطة تحلهم. إذا طول نص مشكلة ماشي بالضرورة يعني صعيبة. إذا هذه الوضعية لا تمثل وضعية تناسبية، وهذه يعني نقدروا نجبدوها من الحياة الواقعية في الامتحانات. إذا لا، طول نص مشكلة وصعوبتها مقداران غير متناسبين. إذا هذا بالنسبة للجزء الأول من أكتشف. بالنسبة للجزء الثاني من أكتشفه، أعطانا جدول
أو 3 جداول، ويقول لك في كل وضعية إذا راهي وضعية تناسبية أو لا. وإذا راهي وضعية تناسبية جبت لي معاملة تناسبية. أول حاجة وش ننصح التلاميذ يعني نعطيها المعلومة بسيطة يطبقوها مباشرة، يعطيك جدول تناسبية، روح خير السطر اللي فيه الخانات فيها أعداد كبيرة، هذيك الأعداد الكبيرة تروح تقسمها للأعداد الصغيرة بيخرج لك معامل تناسبي. هذه أول خطوة ديالها. مثلا 300، هذه الطريقة الأولى، 300 على 10، عندنا تروح صفر مع صفر، 30 قسمة 1 فيها 30، لأنه 30 في 1 راح تعطينا 30 والباقي صفر. إذا هكذا أنا جبت معامل تناسبية بالنسبة للخانة هذه. باه نقولوا بلي هذا الجدول يمثل وضعية تناسبية، لازم تكون هنا 30، لازم تكون معامل تناسبية نفسه في كامل الخانات. الحين نجربه، نزيد ونقسمه، قلنا الخانات الكبيرة أو الصغيرة. دايما دايما كي يعطيك وضعية تناسبية قسم الخانات الكبيرة يعني اللي فيها أعداد كبيرة أو الخانات اللي فيها أعداد صغيرة بلا ما تخمم. إذا نديرو 900 قسمة 30، راح تروح الصفر مع الصفر، درك نخمم في العدد اللي نضربه في 3 نلقاه 90. نبدأ نهزو هذه 9 قسمة 3 فيها 3، لأنه 3 في 3 9، هنا تعطيني 0. ومن بعد نهبط الصفر، 0 قسمة 3 راح يعطيني 0، إذا 0 في 3 0 والباقي راح يكون أيضا 0، وبالتالي معامل التناسبية هو نفسه 30. إذا هنا معامل التناسبية 30، لأنه 900 قسمة 30 راح تعطيني 30. ولكن التلميذ، كاين تلاميذ ما عندي انا في القسم، كي يحسب معامل التناسبيه في الخانه الاولى يلقاه 30، في الخانه الثانيه 30، يقول لك ما نكملش، هي باينه وضعيه تناسبيه. لا، قدر هنا تجي مختلفه، اذا ما لقيتهاش هنا قدر تكون هنا، قدر يخليها لك للخانه الاخرى وتجي معامل تناسبيه مختلف. وحنا نعرفوا اذا معامل التناسبيه تغير، اشتا خانه واحده برك تغير فيها معامل التناسبيه، فجدول التناسبية لا يمثل وضعية تناسبية. لذلك لازم تكمل الخانات كامل، كي يخرج لك 30 تكمل 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 حتى وين تلقى الاختلاف. وإذا لقيته في البداية ما تكملش، هاي بين وضعية غير تناسبية. إذا لازم تخدم خانات كامل باش تتأكد بلي وضعية تناسبية، وإذا لقيت التغير في البداية بعد ما تكملش. هادو زوج قواعد. إذا نكملوا 150 قسمة 5، عندنا هنا رقم واحد، نهز هنا رقم واحد، 1 قسمة 5 لا أستطيع. نزيد نعاونوها بالخمسة، واش العدد اللي نضربوه في 5 نلقاوه 15 هو 3، 3 في 5 15، الباقي صفر. وننزلو الصفر، 0 قسمة 5 0، إذا 0 في 3 0. إذا هنا تاني خرج لي 30. إذا وقلنا ما نحبسوش، كي لقيتو هنا 30 سما خلاص ما نكملش وضعية تناسبية، لا قادر هنا ما يخرجلكش، قادر هنا ما يخرجلكش، لازم تكمل حتى تلقى الاختلاف. نزيدو نروحو نكملو بنفس الطريقة، 450 قسمة 15، عندنا 450 قسمة 15، عندي هنا رقمين، نهز هنا رقمين، واش العدد اللي نضربوه في 15 بان حق 45، 15 زائد 15، 15 زائد 15 راح تعطينا 30، كي نزيدو لها 15 خلاف راح تعطينا 30 زائد 10 40، زائد 5 45، إذا في 3، نكتب 3، 3 في 15 45، هنا صفر. وننزل الصفر تاعي، كي ننزل الصفر تاعي نزيد نقسمها، 0 قسمة 15 راح تخرج صفر، وإذا تخرج لي هنا 30 أيضا. وقلنا ما نحبسش لانه قادر من بعد نلقى معامل تناسبيه يتغير، واذا تغير لي في خانه وحده يفسد لي الجدول ويرجع مش جدول تناسبيه. اذا 600 قسمه 20 نقدروا نديرها مباشره، نروح 0 مع 0، 60 قسمه 2 يعني نصف 60 هو 30، اذا خرجنا توجور 30. كي نجيو نديرو التعليل، كي نجيو نديرو التعليل واش نكتب؟ الجدول يمثل وضعية تناسبية، لأنه احنا قلنا المعامل التناسبي نفسه درك به يعني الصياغة الرياضية لهذه التعليل. نقول الجدول يمثل وضعية تناسبية لأن، ونبدأ 300 كي قسمناها على 10
لقيناها مساوية لتسعمية قسمة 30. دونك حنا ولينا نعرفو الكسور، يعني عملية القسمة كنت نكتبها على شكل كسر. مثلا هنا باش نقول كي قسمنا 300 على 10، نقدر نكتب 300 على 10 مباشرة في شكل كسر 930، ولقيناها نفس النتيجة كي قسمنا 150 على 5، ولقينا نفس النتيجة كي قسمنا 450 على 15، ونفس النتيجة كي قسمنا 600 على 20، وتساوي 30، اللي هو معامل تناسبية. ونقول له معامل تناسبية هو 30. إذن هذه الطريقة الأولى. تحب الطريقة الثانية؟ هي أنك يعني بسيطة، تجبد معامل تناسبية في البداية 300 قسمة 10 30، وتولي تمشي من الصغير للكبير. حنا قلنا كيمشي من الكبير للصغير، نقسمه كي تمشي من الصغير للكبير تضرب، تولي تضرب 30 في 30، إذا لقيتها 900 سمو صحيح، 5 في 30 إذا لقيتها 150 سمو راك صحيح، 15 في 450 إذا لقيت 15 في 30 إذا لقيتها 450 سمو المعامل مازال هو، و20 في 30 راح تلقاها 600. إذا نفس معامل التناسبية. إذا تقدر تجبد معامل التناسبية، يعني باه تجبدو لازم تجبدو من الخانة الأولى بالقسمة، يعني تقسم الكبير للصغير، خانات اللي فيهم اعداد كبار القناة الصغار. دوك كي تلقى معامل التناسبيه، تحب تكمل بنفس الطريقه تاع التقسيم كيما درنا درك، تحب تولي تمشي العكس، تضرب الصغير تضربه في معامل التناسبيه باش تلقى النتيجه اللي من فوق. اذا ما لقيتهاش في خانه واحده برك، لقيت معامل تناسبيه صغير، افهم باللي راه ماشي جدول تناسبيه. واذا لقيته هنا مثلا نفس المعامل، هنا نفس المعامل، ما تقولش خلاص انا صاي او باين جدول تناسبيه، لا زيد كمل حتى يخلصوا كامل وين تلقى الاختلاف. هاو يولي لك ماشي جدول تناسبي. اذا ما لقيتش الاختلاف خلاص وبقى لك نفس المعامل ثابت، راهو جدول تناسبي، والتوليس تاعو راح يكون هاك. وبالنسبه للمعامل كي نجي نكتبوه في الجدول، حنا كي مشينا من لهنا باه نلقاو 10، لازم نقسمو على معامل تناسبيه، 300 قسمه 30 تروح 0 مع 0، 30 قسمه 3 10. واذا مشينا من الصغير للكبير قلنا لازم نضربه، يعني اذا مشينا من لهنا نضرب في 3 كما تحب تكتبه، تحب تكتبه هاك، تحب تكتبه هاك. إذا هذا بالنسبة للجدول الأول. نروح للجدول الثاني. إذا بنفس الطريقة عندي سطر فيه أعداد كبيرة وسطر فيه أعداد صغيرة، دائما نخير الأعداد الكبيرة نقسمها للصغيرة. عندي هنا هام الأعداد الكبيرة من تحت قبيل جولة من فوق، هذه المرة جولة من تحت، تسمى ماشي دائما تقول راهم من فوق ولا دائما من تحت. إذا هنا جولة من تحت والأعداد الصغيرة من فوق. ندير القسمة تاعي باه نجبدو معامل التناسبية من الجدول، يعني باه نجبدوه لازم ندير 36 قسمة 6، يعني دايما الكبيرة للصغير. إذا الجدول ضرب تاع 6، 6 في 35 مازالت 6 في 6 راح تعطينا 36، يعني كي تكون الجدول ضرب راح يسهل عليك كلش، يعني التناسبية تمشي بالضرب والقسمة، والقسمة تمشي بالضرب، يعني جدول الضرب لازم يكونوا حافظينه مليح. 36 الباقي صفر، إذا النتيجة 6، هذا هو معامل التناسبي. راح نشوفوا إذا هذا معامل تناسبي يصلح معهم كامل. تحب تكمل تقسم 144 على 24 ونشوفها إذا تخرج 6 كما درنا في المثال الأول، تحب تدير طريقة الضرب، أنا هذاك ندير لكم طريقة الضرب نزيد نشرحها. إذا لقينا هنا معامل تناسبية 6، سمع هذه 6 ضربناها في 36، عفوا 6 ضربناها في 6 بقينا 36. دوك نروحو نكملو نضربو 24 في 6 ونشوفو إذا دخلت. هذه الطريقة الثانية تاع الضرب، قلنا تحب تكمل بالقسمة تحب تضرب. نكملو 24 في 6 ونشوفوها إذا تخرج 144 كيما في الخانة هذه. 6 في 4 راح تعطيني 24، 6 في الزوج 12 والزوج 14، اذا خرجت نفسها هذه النتيجه، اسمها معامل التناسبيه مازال له صحيح هنا، مازال ما تغيرش. اذا نكمل الخانه اللي بعدها 18 نضربها في 6 تساوي 6 في 8 راح تعطينا شحال، تعطينا 48. نكتب الثمانية ونحتفظ بالربعة، 6 في 1 6 والربعة 10، اذا خرجت 108 كيما هنا. اذا معامل التناسبيه مازال له هنا تاني صحيح. نروحوا للحالة اللي بعدها 12 في 6، 6 في الزوج 12، 6 في الواحد 6 الواحد 7، خرجت لي 72 كيفها. إذا الجدول هنا المعامل التناسبية هنا مازال صحيح.
إذا نروح للحالة الأخرى، 30 في 6، 6 في 0 0، 6 في 3 18. إذا خرجت 180 كما هنا. مادام معامل التناسبية ما تغيرش خلاص، فالجدول يمثل وضعية تناسبية. في التوليل واش نكتب؟ الجدول يمثل وضعية تناسبية كما قبل، لأن نمشيو العكس تاع الضرب القسمة، كي نقسمو 36 على 6 تساوي نفسها كي نقسمو 144 على 24، ونفسها كي نقسم 108 قسمة 18، ونفسها كي نقسم 72 على 12، ونفسها كي نقسم 180 قسمة 30، وراح تعطيني 6 اللي هو معامل التناسبية. نقول هو معامل التناسبية هو 6، إذا هذا معامل تناسبية. نزيدو ننتقلو للجدول الثالث ونشوفو إذا يمثل وضعية تناسبية أو لا. إذا الجدول اللي موراه زاد عطاني 2 سطر فيهم خانات. نقلنا دايما نحوس على السطر اللي فيه الأعداد الكبيرة اللي هو من تحت، ونقسم على السطر اللي فيه أعداد صغيرة اللي هو من فوق. نبدأ بالأول باش نجبدو معامل التناسبية، 41 قسمة 12، يعني واش هو العدد اللي نضربه في 12 باه نلقاو 41 ولا أقل منها. نديرو مضاعفات تاع 12، عندنا 12 زائد 12 24، إذا مازالت بعيدة. نزيدو لها 12 36، وكان نزيدو لها 12 تولي 48 تفوت. إذا نكتفي بثلاثة، 3 في 12 36، عندي نسلف ونرجع 11 ناقص 6 5 4 ناقص 4 0، بقالي الباقي. نروح اللي بعدها وندير 37 قسمة 8. هنا عندي رقم واحد، نهز رقم واحد، 3 ما قدرش نقسمها على 8 بطبيعة الحال، نعاونها بالسبعة. 37 قسمة 8، نكون حاول جدول الضرب تاع 8. حنا على بالنا بلي 8 في 4 تعطيني 32، 8 في 5 40 تفوت. إذا نكتفي ب 8 في 4، 8 في 4 تعطيني 32، والباقي 5. معامل التناسبية هذا ماشي نفسو هذا، اذا ما كان نروح نكمل مادام اختلفوا الاولين، ما كان نروح نكمل. اخي قلنا كي يكون معامل التناسبيه مختلف في حاله واحده في الجدول او يفسد لي الجدول، ماهوش وضعيه تناسبيه، لازم يكون معامل التناسبيه صحيح في كامل الخانات. حنا في بين الخانه الاولى والثانيه ديجا لقينا معامل تناسبيه ماشي نفسه، ما كان له يكمل. ونقول الجدول لا يمثل وضعيه تناسبيه، يعني في التعليم نكتب له الجدول ما كاش معامل تناسبيه ثابت، الجدول لا يمثل وضعية تناسبية. علاه؟ لأنه كي رحنا حسبنا 41 على 12 لقيناها لا تساوي 37 على 8، إذا ما نكملش خلاص، لأنه هنا بانت بلي مش نفس معامل التناسبية. إذا ننتقل للجزء الأخير من أكتشفه، اللي هو يحكي على 4 أصدقاء راحوا للمتجر شراو الحلوى، يعني شراو شكايات الحلوى أكياس. عدد الأكياس في الجدول هاهو، وكل طفل واش شرا. عندنا الطفل الأول أمين، إيمان، أيمن، وأنيس، والثامن يعني شحال قاملو كي شرا. قال لك البائع ولا البائعة غلطت لواحد فيهم، يعني باعت له بالغلط، يعني ما حسبتلوش الشكارة كيما حسبت الآخرين. شكون هو؟ إذا هذا الجدول هو بعد جدول تناسبية. رايحين هنا قلنا جدول تناسبية لازم نلقاو معامل تناسبية. هنا معامل تناسبية واش يمثل؟ يمثل الكيس الواحد، يعني الكيس الواحد بشحال شرا. انت كي تروح تشري مثلا الحلوى تقول بشحال الوحدة مثلا، ودير في راسك إذا شريت 3 هم يطيحوا بطا، إذا شريت 4 شحال يطيحوا لي. إذا ديما تحوس على ثمن الوحدة في جدول التناسبية، ديما تحوس على ثمن الوحدة، يعني واحد شحال يطيح. هنا مادام هو شرا 3 ب25، سما الواحد بشحال، يعني 25 دينار تاعو هاديك يوزعها على 3، والتوزيع هو عملية قسمة. إذا نجيو لهنا 25 قسمة 3، على بالنا بلي فيها 8 8 في 3 24، والباقي 1. إذا هو شرا الكيس الواحد نقولو ب8 دينار. نروحو لإيمان، عندها 100
على 12. شوفوا اذا نفس المعامل التناسبيه، عندي رقمين هنا نهز رقمين هنا، العشرة ما نقدرش نقسمها على 12 اذا نزيد لها الصفر يعاونها، 100 قسمه 12 هنا لابن لو كان نضرب في 10 تولي لي 120 تفوت، نزيد نقص نضرب في 9 في 9 زيد نقص 12، 120 قسمه 12 تجي 108 زيد تفوت، اذا نضرب في 8، 8 في زوج راح تعطينا 16 ونحتفظ بالواحد، 8 في الواحد 8 والواحد 9 إذا 96، نسلف ونرجع 10 ناقص 6 4 والباقي وصفر ناقص 10 الأصابع، نسلف ونرجع 10 ناقص 10 صفر والواحد ناقص 1 صفر. إذا معامل التناسبية هنا هو 8 كما هنا، إذا نقدر نقولوا بلي ما غلطتش الإيمان ثاني. نروحوا لأيمن، أيمن واش عنده؟ عنده 9 أكياس شراهم 65، يعني راح نقسم 65 على 9، 65 على 9 يعني جذب الضرب تاع 9، 9 فيها نضربها باه نلقى في الستينات، هنا على بالنا بلي 9 في 7 راح تعطيني 63، 65 ناقص 63 راح تعطيني زوج الباقي، إذا شريت كيس بسبعة، هو ديجا شرا مختلف على هادو في زوج، نروحو أسيدي نتأكدو من الثالث اللي هو أنيس، 50 قسمة 6. فهنا نضرب 6 باه نلقى 50، لازم جدول الضرب تاع 6 على بالنا 6 في 9 ب 54 فايته، اذا نضرب 6 في 8 في 8 6 في 8 ب 48، نسلف ونرجع والباقي زوج، اذا هو ثاني شرا ب 8، هذا شرا ب 8 وهذا شرا ب 8 وهذا شرا ب 8، شكون اللي ما شراش ب 8؟ غير ايمن هو اللي شرا ب 7، اذا معامل التناسبيه هنا شحال لقيناه؟ لقيناه 8 وهنا لقيناه 8، هنا 7 وهنا 8، اذا شكون اللي مختلف عليهم؟ هو ايمن، اذا البائع غلط الايمن، حسب له الشكاره الوحده ب 7 دينار عكس الاصدقاء تاعو اللي حسب لهم ب 8 دينار، اذا هكذا نكونوا قد انهينا يعني اكتشفوا وننتقل انجزوا، انجزوا فيها زوج تمارين، التمرين الاول هو جداول ويقول لك اذا كانت وضعيه تناسبيه قلنا نخدمه بالطريقة الأولى، يعني اجبد الكتاب تاعك وطبق الشيء اللي كنت نهضرو لك في الجداول الأولى، يعني هذا الجدول الثالث والثاني والأول وطبق وشوف إذا عرفت تطبق راك فاهم الدرس، إذا ما عرفتش زيد عاود الفيديو وإن شاء الله تفهمه. والتمرين الثاني ما فيش جداول، يعني فيه وضعية مشكلة تحتوي على التناسبية، هذا راح نديرو درك هنا في نكملو في لا فيديو باش تفهموا كيف تحلوا وضعيات مشكلة تحتوي على تناسبية، إذا تابعوا معي. إذا التمرين الثاني فأنجزه يقول لك حل المشكلة الآتية، ثمن 5 هلاليات 75 دينار، والمطلوب منا نحسبو ثمن 10 هلاليات وحساب ثمن 15 هلالية، أنت كي تروح للمخباز راح تشري 5 تاع كرواسون، قالك 5 كي تشريهم يطيحولك 7500 يعني 75 دينار، كي تشري 10 تطلع في حسابك شحال راحين يطيحو، وكي تشري 15 شحال راحين يطيحو. اولا انت كي تدخل للكوشه واش يجي في بالك؟ تقول باللي هو كيبيع لي 5 هلاليات راحين يطيحوا لي ب 75 دينار، وانا حاب نشري 10 هلاليات بشحال يطيحوا لي؟ الهلاليات لازم نحطهم تحت الهلاليات دائما، والثمن هو اللي نحوس عليه ما على باليش شحال. درك انت تقول له هو تقول لك عندك 5 كرواسون ب 75 دينار، 5 هلاليات ب 75 دينار، انت واش لازم؟ لازم تقول له بشحال الوحده باش تعرف تحسب، اذا هنا لازم نلقاو ثمن الوحده، وقلنا ثمن الوحده واش يمثل؟ يمثل معامل تناسبيه، باه نلقاو ثمن الوحده عندنا 5 5 ب 75، إذا هذه 75 دينار راح توزعها على 5، والتوزيع هو عملية قسمة، حنا قلنا معامل تناسبية نلقاوه بالقسمة، إذا راح نديرو 75 قسمة 5، عندي رقم هنا، نهز رقم هنا، 7 قسمة 5 فيها 1، 1 في 5 5، نقصو من 7 وتبقى لي زوج، نهبط الخمسة تاعي، عندي 5 قسمة 5. عفوا 25 قسمة 5 فيها 5، 5 في 5 25 والباقي صفر، إذا ثمن الواحدة 15 دينار اللي هو معامل تناسبية. نجي نعاود نكتب العملية تاعي أفقيا، 75 قسمة 5
تساوي 15 دينار. منساش الوحدة، أنا في السيزيام يحسبوا الوحدة. ونقولوا ثمن الهلالية الواحدة هو 15 دينار، ونحط النتيجة تاعي في إطار دائما. إذن ونجي نقول مادام الوحدة ب15 دينار، مادام الوحدة ب15 دينار، كي نشري 10 شحال راح يطيحوا لي؟ إذا 15، الوحدة ب15، وحدة ب15، وحدة ب15، وحدة ب15، يعني 15 هذه راح تتكرر 10 مرات، والتكرار ولا الجمع المتكرر هو عملية ضرب. إذا 15 في 10، تقدر هذه العملية ما تقدرش، تقدر حتى ما ديرهاش على المدير، لأنه 15 في 10 نضيف الصفر، هذاك العملية ممكن كيفاش ديروها أفقيا. نديروها عموديا قبل، 0 في 5 0 0 في 1 0، هذا النقطة، 1 في 5 5، والواحد في الواحد 1، وتساوي نجمع 150. إذا ثمن 10 هلاليات هو 150. هذه بالنسبة للطريقة الأولى. نجيو لهنا نديرو تاعنا العملية أفقيا، 15 في 10. كنت كيما نقدر ما نديرش العملية، نكتب هذا العدد نفسه هو 15 ونزيد الصفر تاع 10 تساوي 115 دينار، ونقول له ثمن 10 هلاليات هو 150 دينار. كذلك بالنسبة إلى 15 هلالية، عفوا نعم، بالنسبة ل 15 هلالية راح ندير 15 في 15 وندير العملية تاعي تاع الضرب، لأنه الوحدة ب15، 5 في 5 25، 5 في 1 5 و2 7، ونحط النقطة، 1 في 5 5، و1 في 1 1، ونجمع عندي 5 زائد 0 5، 7 زائد 5 12، ونحتفظ. إذا 225. ونجي لهنا نعاود نكتب العملية أفقيا، اللي هي 15 في 15، وتساوي 225 دينار. ونقول له دائما ثمن 15 هلالية، 15 هلالية هو 225 دينار، ونحطها في إطار دائما. هذا بالنسبة للطريقة الأولى. كاينة الطريقة الثانية، اللي هي الطريقة الرابعة، المتناسب، ولا القاعدة الثلاثية كما كانوا يسموها بكري، ولا طريقة الفراشة كما تحبوا سميوها. درك نزيد نديرها لكم وشوفوا اللي تجيكم سهلة أخدموا بها. إذا الطريقة هذه واش تقول؟ نرتب المعطيات تاعي تحت بعضها، يعني 5 هلاليات عطاهم لي ب75 دينار، درك هو طلب مني كمان 10 هلاليات، الهلاليات نحطهم تحت الهلاليات، والثمن يجي تحت الثمن، إذا لأني نحوس على الثمن. درك نديرهم بهذه الطريقة المتقابلة، وندور على هادو في زوج مع بعض بشكل إكس، هادو هاك يمشيو مع بعض، وهادو في زوج يمشيو مع بعض، ونضرب بالطرفين، يعني هادو نضربهم هاك وهادو نضربهم هاك. كي نجي نضرب هادي وهادي نلقاهم في زوج موجودين، هادي ما عندهاش الطرف تاعها نقسم عليها مادام ما عندهاش اللي نضرب فيه. واش ندير؟ ندير 75 في 10، 75 في 10، بلا ما ندير العملية العمودية، نكتب 75 ونزيد لها الصفر تاع 10، ومن بعد نقسم هذه النتيجة اللي خرجت لي، ونقسمها على 5 لوحدها. إذن عندي هنا رقم، نهز هنا رقم، 7 قسمة 5 فيها 1، 1 في 5 تعطينا 5، والباقي زوج. نزل 25 قسمة 5 حتعطينا 5، 5 في 5 25، والباقي صفر. ونزل الصفر تاعي، 0 قسمة 5 0 تعطيني 0 في النهاية. إذن وتخرج لي 8 10 هلاليات 150 كما قلت. نعاود نكتب العملية الثانية أفقيا، نقول له ثمن
10 هلاليات هو 150 دينار. نحط النتيجة في إطار. إذن ومن بعد بنفس الطريقة نزيدو نخدمو 15 هلالية. عندي 5 هلاليات يقابلها 75 دينار، و 15 هلالية شحال راح يقابلها بالثمن، ما على باليش. وبنفس الطريقة خليكم ديروها وحدكم ونشوفوا إذا خرجتكم النتيجة كما الأولى اللي هي 225. يعني ديروا هادو في زوج مع بعض وهادو في زوج مع بعض، نضرب هادي في هادي ونقسم على هادي، وهكذا نكونوا قد أنهينا درس التناسبية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الإعجاب، ترك آراءكم في تعليقات والدروس التي تتمنون نشرها، وكذلك لا تنسوا دعمنا باشتراك في القناة وتشغيل الجرس، وإلى اللقاء.